انا بس عايز اقول الكلام ده ليه للناس، عشان البنات يبقوا عارفين هي انجذبت للشخص ده، مش عشان هو احسن واحد في الدنيا، لا هي انجذبت له عشان هي بتشوفه كل يوم في الشغل، او هو بيفكرها بخالها او بيفكرها باخوها، او هو شبهها في الطبقه الاجتماعيه والثقافه والكذا، او لانه هو كان راجل لطيف معاها أو إن هو مختلف وحبوب تماما. ومرح وبيضحكها وبيعمل حاجات لطيفه الى اخر كل هذا الكلام. طب ما هو البنات بالذات أو الستات بتنجذب لنفس المواصفات السيئة، ده موضوع، يعني ده موضوع تاني بقى، ان احنا لما نكرر نفس النوع من الانجذاب بالظبط. ده موضوع تاني ليه علاقة بنوع الارتباط اللي احنا بنرتبطه، دي قصة تانية بقى. مثلا البنات اللي اتربوا في اسر فيها مدمنين، ما كانت بتاخد بالها من اخوها المدمن او من باباها المدمن، لا أكيد مش هتنجذب لمدمن، بتنجذب للمدمنين، تتجوز مرة واثنين وتلاتة مدمنين. مدمنين ايوه، لا لا، دي ما ما دي انا بقول لك ده اللي مشكلة احنا بنشوفه. ومحتاجة علاج. البنات اللي بيتضربوا في البيت بتروح متجوزة واحد يضربها، ليه؟ لان هي متعوده ان ديت لغه أو التواصل، العكس يا دكتور، ما او تقبلش العكس، ده. او العكس. ما انا بقول لك ده نمط تاني. طيب أنت رصدتي الأنماط دي في الكتاب عندك، وأنت أنت الجزء عندك عن الطلاق وجزء عن الوعي بالذات، مظبوط؟ لا مش عن الطلاق، هو عن الوعي بالشريك بشكل الوعي عام. بالشريك. طيب هل رصدتي ده، ان اوجه الاختلاف دي، او ان انا بروح رصدت كل لنفس الأسئلة المواصفات اللي السيئة؟ حضرتك طرحتيها وللدكتور طرحها، أنا رصدت التساؤلات دي كلها واتكلمت عليها باستفاضة، واتكلمت الجزء كان بالنسبة لي اللي هو اللي مختلف عن الكلام في العلاقات. طبعا أنا نوهت إن الكلام، أي كلام إحنا بنقوله بنستخدم فيه مصطلحات أو تحليلات، ده المفروض بيكون صادر من مختص. فمهم جدا جدا ان احنا ما ناخدش كتاب نشخص بيه نفسنا او نشخص بيه شركائنا. يعني انا كاتبه الكتاب واقول ما حدش يشخص بالكلام اللي انا بقوله شريكه او حد. وبالتالي ما ناخدش المصطلحات اللي على السوشيال ميديا. بالظبط. الجزء الاولاني اللي انا اللي مهتميه بيه فعلا، عشان دكتور نبيل طبعا كان بيتكلم عن حاجات مشابهه جدا للي انا كاتباه. انا لو عندي وعي في مشاكلي مش هروح اخوض في الحاجات الدكتور نبيل شرحها اللي هما الخمس نقط، مش هختار حد لمجرد ان هو قريب مني، زميلي في الشغل او جاري، مش هختار حد لمجرد انه بيقول لي كلام لطيف، مش هختار حد ان هو لمجرد متشابه معايا او مختلف معايا لتشابه او لاختلاف. وتعليقا على اللي حضرتك قلتيه بخصوص الانجذاب للناس المختلفه لنفس او الذهن، الشخصيه، ده محتاج درجه من النضج والشغل على النفس كبير عشان اقدر اتعايش مع حد فيه بيني وبينه اختلاف. في مجتمعاتنا غالبا كلنا بنحبه تجاه معرفتنا بنفسنا ومعرفتنا بشريكنا، لسه في فغالبا مرحله النمو الاختلاف ده بيفجر، ومتوقفين عند مرحله النمو ما بالظبط، بننموش ابدا، فبيفجر مشاكل كبيره جدا. يعني اللي دكتور نبيل كان عايز يقوله ان هو هيفجر مشاكل، مش عشان ان في مشكله، ما هو دايما ممكن هتلاقي مثلا حالات ناس مختلفين عن بعض في حاجات كتيره في الطباع ومتعايشين مع بعض في سلام، بس مش ده الشائع. طب دكتور الخمس حالات دول انت كنت قاصد رساله تقولها للناس، ان انت زي ما هند قالت ما تتجوزيش لمجرد ان يبقى فيه الخمس حاجات دول، مش هم دول المقياس، مظبوط، لان ده انجذاب بس ده مش الاساس ان انا بفكر انا بختار ليه. مظبوط، انه الانجذاب ليه اسباب موضوعيه العلماء درسوها وقسموها، وان انا لما بنجذب لشخص لا يعني ان هذا الشخص مناسب ليا. انا محتاج ان انا لما ابقى عارفه ان انا في خمس ارياز بتساعد في الانجذاب، ابقى عارفه انا انجذبت للشخص ده ليه. يجي بقى السؤال التالي، طب هل الشخص ده مناسب ليا ولا مش مناسب؟ انا حسيت بانجذاب، بستريح لوجوده وبتبسط وهو موجود. بس الانجذاب مش كل هل ده الحكايه. بالظبط، هل هذا الشخص مناسب ليا ولا مش مناسب ليا؟ فده الانجذاب. ليه؟ لانه الناس بتخلط بين الانجذاب، تقول لي بقى ده اجمل واحد في الدنيا، ده اكتر حد بيفهمني، ده اكتر حد كذا. لا لا يا حبيبتي، ده هو علشان انت اللي عايزه تشوفي بالظبط كده. انت بالصدفه بيشتغل معاكي، بالصدفه شبه مش عارف مين، يعني وهكذا. بالصدفه تبادل معاكي، بالصدفه بالظبط، متشابه، بالصدفه مختلف. ففي اسئله اخرى محتاجين نسالها لنفسنا. ايه بقى الاسئله الاخرى؟ اسئله التوافق بقى. اسئله التوافق، هل الشخص ده شبهي؟ هل الشخص ده بيحترم اختياراتي؟ بيهتم باهتماماتي؟ وبعدين بعد التوافق اسئله الالتزام والمسؤوليه، هل الشخص ده يبقى مسؤول في الجواز؟ هل هو عايز يعمل اسره؟ هل ينفع نكون اصدقاء؟ هل ينفع نكون اصدقاء؟ هل هيحترم اختياراتي؟ هل بيحترم المراه بشكل عام؟ بالظبط، اسئله هل التوافق يحترم واسئله الالتزام واسئله ايوه هل المسؤوليه. يحترم اختياراتي وهل يحترم المراه بشكل عام، ولا يحترم مامته فقط؟
او لا يحترمها، بس يعني وفي اغلبهم بيحترم الام وما بيحترموش المراه. وفي اسئله اكبر من كده كمان ابعد واحنا ما بناخدش بالنا منها، اسئله الاسره. هل الشخص ده هيحترم اسرتي ولا مش هيحترمها؟ هل الشخص ده هيتدخل في علاقتي باسرتي ولا مش هيتدخل في علاقتي باسرتي؟ احنا الاسئله دي محتاج لها حلقه لوحدها.